ورواق الفن بتطوان يحتضن إبداعات الفنان التشكيلي أحمد بن يوسف. يحتضن رواق الفن بتطوان إبداعات الفنان التشكيلي أحمد بن يوسف أعمال تغوص في عالم اللون والبياض. هو عاشق لمدينة الحمامة البيضاء التي تعتبر ملهمته ومدبرة إبداعاته. فن الشكل العلوي عبد العالي كنوني ووفاء التكوالي. من لوحة إلى أخرى، من شخص إلى آخر، ومن مكان إلى أماكن عديدة، يتاح لزائر هذا المعرض السفر ضمن عالم المبدع الفنان التشكيلي العالمي أحمد بن يوسف وجديد لوحاته التي لا غنى فيها عن الإنسان بمختلف أحاسيسه تطلعاته وأدق تفاصيل حياة تتقاسمها اللوحات مع الناظر إليها. فكل المواد ديالي كلها مشتقة من المجتمع المغربي واللي كنسخص بها الإنسان بصفة عامة في مشاكله الاجتماعية والثقافية والإنسانية. رواق الفن بتطوان يحتضن جديد إبداعات الفنان بن يوسف عبر معرض تكريمي يلتقي من خلاله الفنان بعشاق فن الريشة بمدينته قادما إليها من إشبيلية ليجدد اللقاء عبر اللوحات وفنه الغني روحا ومعنى. الأعمال ديال الأستاذ بن يوسف صعيب تجمع بواحد العدد، وهو العدد اللي موجود عندنا اليوم هو 43 لوحة. إذا حنايا زعما كنتشاركوا بهذا العرض هذا. تطوان ستبقى خالدة في يومي معرضي الفنان العالمي أحمد بن يوسف. هنا تطوان عاصمة الفن عندما جاء عندنا الفنان العالمي أحمد بن يوسف. إنه فن، إنه أحمد بن يوسف. إلى غاية فاتح مارس المقبل، الفرصة متاحة إذن لجمهور تطوان وعشاق الفن التشكيلي للاستمتاع باحتفالية المبدع أحمد بن يوسف بالإنسان والتعرف على خبايا آخر إنتاجاته.